300 ولا 400 ايا كان المعاش اللي بياخده او مرتبه، لما انا بستفيد بالبطاقه دي ما بيوفر لي كتير جدا. وهو الرئيس لما خد هذا القرار كان هدفه ايه؟ اوصل للناس ولا لا بعمل قرار وخلاص لا ينفذ؟ بعمل قرار عشان ينفذ، عشان يوصل للناس بجد اللي هي محتاجه. اللي انتوا هتشوفوا جزء منهم شفتوا امبارح وهتشوفوا النهارده وتشوفوا بكره والاسبوع الجاي واللي بعده لحد موضوع البطاقات ده ما يحل. تخيلوا بقى هقعد اشتغل عليه لحد ما الاقي الموضوع ده انتهى تماما، مفيش حد عنده مشكله في بطاقه تموينيه. لانه هي دي على فكره المواطن يتحمل كل شيء. تخيلوا ما عدا التموين، ما عدا العيش، ما عدا انه ما يلاقيش حاجته اللي عايز ياخدها والدوله مديها له. ما هي المصيبه ان الدوله عامله ده دفعه كام مليار عشان توصل للناس، طب في الاخر ما وصلوش. يبقى ايه الحل؟ النقطة اللي هنا اللي في النص دي مين مسؤول عنها؟ الرئيس يطلع قرار ونفذ القرار، التموين بيتابع. طب المواطن ما وصلوش الجزء ده، مين اللي في النص اللي هنا بيعمل اللعبكة دي؟ مين هو؟ أنا عايز أعرفه. يعني لو السيد وزير التموين حابب يقول لنا مين يقول لنا، الجهات المعنية حابة تقول مين هو اللي في النص ده اللي هو مش قادر يوصل التطبيق على الأرض، مين هو؟ مين اللي مانع البطاقات؟ او مين الجهة اللي عندها البطاقات وما خلصتش لحد النهاردة؟ مين؟ او مين اللي مش عايز يضيف؟ او مين اللي بيعطل في المكاتب؟ ما هو في حد ما بيعمل ده، مين هو؟ انا معرفوش وما اقدرش اتهم اي حد ان هو السبب، لا اجر لانه ما عنديش دليل. ولكن الدليل اللي قدامي اللي هو حضراتكم هتشوفوه، المواطن صاحب الحق اللي عنده مشكلة على التموين انهم يشوفوا ايه الحكاية. وقلت هقعد اتكلم يوم واثنين وثلاثة وعشرين يوم لحد ما الاقي الناس في مصر في كل حتة ابعت يقول لا الحمد لله بطاقات تمام، بنشتري وبناخد السلع كلها وهين وزي الفل. ما عدا ذلك مش هبطل في هذا الموضوع الا لو يعني خلاص ربنا، يعني هي دي هفضل اشتغل على الموضوع ده، لان هي مهم ان انت ايه موضوع تستمر في متابعته، ولانه ده الموضوع ده هو من اهم القضايا اللي تهم الناس، التموين وبطاقات التموين. والناس النهارده بيتكلموا، طب انا دلوقتي موظف كنت مثلا في قنا او في سوهاج او اسيوط واتنقلت لاسكندريه او اتنقلت للعريش او مطروح، مش راضي يغير البطاقه، عايز اروح مكاني اللي طالع منه البطاقه بتاعتي هناك. الناس اللي معاهم بطاقات واتنقل من مكان لمكان ما بيصرفش، يقول لك طب ما تحل لي يا عم يا بهوات حلوا لنا الموضوع ده. طيب المواطن اللي هو قبل كده وقلناها امبارح وبكررها كان يديله ورقه كده اصرف وبعدين هنحاسبك البطاقه اللي معاك. المنظومه دي طبعا فيها مشاكل، واحنا بنتكلم على منظومه صعبه جدا، منظومه التموين صعبه، والدوله بتحاول بكل الطرق انها تلم هذه المنظومه لان هي دي اللي واصله توصل، بنتكلم على مليارات عشرات المليارات في هذه المنظومه. فتخيلوا، وانا عارف ان ممكن الوزير بيعمل حاجات وبيواجه، واول ما جاء قلنا ما صدقنا لقينا وزير تموين هيجي ايه يكسر الفساد ويضرب كذا ويدمر ويحاول ويعمل، اشدنا بهذا الموضوع لانه زي ما بقول لكم ليس لدينا امر شخصي مع حد في البلد في ال 93 مليون. الامور اللي عندنا لما نتكلم بنتكلم في وقائع، والوقائع تكون وقائع على الارض حقيقيه مش بنختلقها. بنجيب تقرير مش بنقول كلام من الدماغ، واحد متضايق من حاجه في لا، احنا قلنا من خلال كلام ورسائل الناس. ده انا هوريكم رسائل الناس النهارده والتليفونات لما فتحنا، واحنا بنفتح تليفونات عاده اي حد مع وزير التموين يدخل يأيده، ضد وزير التموين يدخل يتكلم على مشكلته. لكن مفيش مشكله مع وزير التموين، لا المواطن عنده مشكله معاه لانه ما يعرفوش المواطن، ما يعرفش الوزير مش صاحبه يعني. لكن المواطن عنده مشكله مع بطاقته، عنده مشكله مع حاجته، مع احتياجاته. فمين اللي قدامه؟ سيد وزير التموين. بس. واحنا مين اللي قدامنا؟ سيد وزير التموين، ما قدامناش حد تاني، هل في حد تاني مسؤول عن المنظومه ديت؟ يعني في حد غير وزير التموين مسؤول عنها واحنا ما نعرفش؟ قولوا لنا.
اللي قدامنا السيد وزير التموين هو المسؤول عن هذه المنظومه، ومن ساعه ما جاء قال لك ايوه انا هعدل وانا هظبط، والنهارده المخابز اللي خدوا خلاص قصه الدقيق والصرف اللي خدوه، والناس في المحافظات في ناس سعيده جدا وفي ناس بتقول لك لا ده منظومه مش لطيفه ظريفه. والنهارده حلقتنا عن الموضوع ده، على فكره حلقتنا النهارده ومن بدري يعني بعد شويه مش هتاخر عشان اقدر افتح مجال لاتصالات حضراتكم، بقول لحضراتكم الناس من كل حته عايزه تتكلم في هذا الموضوع. النهارده شرفنا النائب محمد